السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زالت تداعيات سماح الشرطة السويدية بحرق المصحف الشريف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية اليوم بتاريخ 20/7/2023 تلقي بظلالها على السويد من خلال ردود الفعل الغاضبة تجاه هذا الأمر، واللي بدأت من ليلة يوم أمس خلال هجوم بعض المتظاهرين على السفارة السويدية في بغداد، وأيضا رد الفعل الرسمي العراقي من خلال طرد السفير السويدي في بغداد وسحب الممثل الأعلى للدبلوماسية العراقية في ستوكهولم، وأيضا قطع العلاقات التجارية مع السويد ووقف ترخيص الشركات السويدية في العراق. وأيضا مؤخرا وفي خبر عاجل، المملكة العربية السعودية استدعت بعض الدبلوماسيين السويديين للاحتجاج على حرق المصحف الشريف في السويد. طبعا العديد من السياسيين السويديين خصوصا السابقين حذروا من خطورة هذا الموضوع، كان آخرهم وزير الخارجية السابق كارل بيلدت اللي قال أنه نحن في حالة خطيرة وعلى الحكومة السويدية تغيير القانون كما حصل في حالات سابقة عندما منعت الشرطة السويدية من حرق القرآن الكريم في عدة حالات بسبب خطورة هذا الموضوع على مصالح السويد وأيضا على الأمن داخل السويد. طبعا هذه التصريحات كانت ضمن البث المباشر للتلفزيون السويدي حول هذه القضية. بدورها صحيفة أفتون بلادت تطرقت إلى التأثير الاقتصادي لهذا الموضوع على السويد. الخبير الاقتصادي فيليب أندرسون قال أنه قرار الحكومة العراقية بمقاطعة البضائع السويدية أو وقف تصريح الشركات السويدية بالعراق ما رح يأثر بشكل كتير كبير على السويد أو بشكل مباشر، كونه التبادل التجاري بين السويد والعراق ضعيف نوعا ما مقارنة ببقية دول الشرق الأوسط، وبالتالي التأثير الأكبر ممكن يكون على السويد في حال قررت دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية أو الإمارات اللي في بينها وبين السويد تبادل تجاري أكبر مقارنة مع العراق في حال قررت هذه الدول أنها تقاطع البضائع السويدية. أيضا بدور وزير الخارجية السويدية الأسبق يان إلياسون حذر من خطورة هذا الموضوع، وأن السويد ممكن يتم تصنيفها كبلد معادي للإسلام في حال استمرت بمنح الإذن بحرق المصحف الشريف. وهلا بترككم مع تصريح الوزير للتلفزيون السويدي مترجم، بتمنى متابعة الفيديو للآخر ومشاركته حتى يصل إلى الجميع. Även de flesta svenskar tror jag frågar sig vad meningen är med att bevisa yttrandefriheten genom att bränna böcker. Det ger ju väldigt, tycker jag, svåra associationer till andra processer. Så att det är en reaktion som också gått in i internationella organ. Vi har som sagt mänskliga rättighetskommissionen som hade ett särskilt möte om detta som röstade. Och där en majoritet röstade mot att länder tillåter bränning av heliga skrifter.